هل السيروكويل يسبب ضعف جنسي؟ لا والله، يعني مو في شيء معروف عن السيروكويل انه يسبب هذا الشيء. طبعا لما تقرا انت يمكن الاعراض الجانبيه هم تلقى كل شيء، بس مو في الدواء معروف انه يسبب هذا الضعف الجنسي. هل يجوز اكل الشوكولاته الداكنه والقهوه مع دواء ابيليفاي؟ والله اختي نوره على حسب معلوماتي ممكن، طبعا ما بي اي مشكله، طبعا اكيد مو بالزياده، يعني مو بكميات كبيره، لكن الكميات العاديه مثلا خلينا نقول فنجان قهوه مره مرتين باليوم، ويعني ما له مفروض ما ياثر على دواء الابيليفاي او الاريبيبرازول.